طمس الهوية العربية والفلسطينية، تغيير معالم القدس، وكثير من الممارسات الإسرائيلية التي تسعى في المقام الأول إلى ما يسمى بالتهويد، مفهوم خطير للغاية يتكرس خاصة في الأيام الأخيرة على ضوء القرارات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية وما إلى ذلك. نتناول كل ذلك بالمتابعة والتحليل في إفراد مساحة أكبر للتعرف بشكل أكثر عمقا وقربا للتطورات في المشهد الفلسطينية، بالإضافة بالتأكيد إلى متابعتنا للشؤون العربية المختلفة في هذه الحلقة من شؤون عربية. بوجه لحضراتكم التحية، ومعكم في وقفة حوارية لاحقا، بالإضافة إلى جولتنا العربية المعتادة اللي بنستهلها من العراق، حيث هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتنظيم احتجاجات أمام مجلس النواب في حال رفض التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الأسبوع المقبل. في المقابل أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن رئاسة البرلمان لم تحدد موعدا محددا لعقد جلسة التصويت على حكومة علاوي. وأوضح الحلبوسي في بيان أنه لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، مشيرا إلى أنه في حال اكتمال النصاب ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة، محذرا من مغبة المضي قدما في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي لعمل البرلمان العراقي. إلى سوريا، حيث يواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه استعادة محافظة إدلب آخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد، حيث كثف الجيش السوري من استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي. في تلك الأثناء أعلنت وزارة النقل السورية فتح الطريق السريع الأساسي بين دمشق وحلب أمام حركة السير والمرور، وذلك بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على هذا الشريان الرئيسي بين أكبر مدينتين في سوريا، وذلك للمرة الأولى في الصراع الممتد منذ سنوات. نتحول الملف الليبي، حيث انتقد الجيش الوطني الليبي تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء بما فيه مجلس الأمن، خاصة بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال مرتزقة إلى ليبيا بهدف السيطرة الكاملة عليها وزعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط. من جانبه جدد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر التأكيد على موافقته على وقف إطلاق النار في حال توقف المسلحين الأتراك والمرتزقة عن دعم ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني وزعزعة الاستقرار في البلاد. ينضم إلينا المزيد من المتابعة سيادة العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوحيد المعنوي بالجيش الوطني الليبي. تحية لكم سيادة العميد. أهلا بك. يعني كيف تقيمون التطورات الميدانية الجارية في الوقت الراهن، وأيضا فيما يتعلق بقراءتكم كذلك للتصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال مرتزقة إلى ليبيا بهدف السيطرة الكاملة وزعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط؟ أنا اليوم طبعا كنت في نحاور، كنت في منطقة صلاح الدين داخل طرابلس، وكنت في مناطق يعني في داخل طرابلس كانت الميليشيات ترمي القذائف بشكل عشوائي. سجلنا اليوم ايضا محادثات عسكريه لهؤلاء المرتزقه الموجودين في طرابلس. طبعا خرق اطلاق النار، وقف اطلاق النار يوميا يحدث، لم تتوقف الميليشيات. هناك اليوم شهدت رمايه المدفعيه بالهاوتزر، وايضا رمايه القذائف
بالهاون، وهذا دليل على ان هذه الميليشيات فعلا غير ملتزمه في وقف اطلاق النار، وهي عباره عن مجموعات من المرتزقه وما تبقى من ميليشيات من التي تم القضاء عليها من القوات المسلحه. طبعا اردوغان قال بالحرف الواحد انه سيرسل، وارسل مرتزقه سوريين بالفعل، وقال بانه سيرسل مستشارين، وارسل مستشارين وارسل خبراء. تم قتل العديد منهم، اكثر من 16 تركي ألقى حتفه في ليبيا، ايضا اكثر من 100 مرتزق حتى الان رغم وقف اطلاق النار، ولكنهم لم يتوقفوا يهاجمون قواتنا كلما يعني بشكل يومي، يعني قذائف لا تقف صباحا ومساء. طيب في ضوء هذه التطورات، مدى مواتية أن يكون هناك هدنة حقيقية تحدث على أرض الواقع، خاصة مع ربط خليفة حفتر الموافقة على وقف إطلاق النار بتوقف المسلحين الأتراك والمرتزقة عن دعم ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني؟ طبعا جاء تصريح المشير أركان حرب خليفة قاسم حفتر بشكل واضح وصريح، أولا تحذير إلى المجتمع الدولي أن هذه الميليشيات تقوم بخرق وقف إطلاق النار، وتركيا ترسل المرتزقة وتخرق الاتفاق، وترسل معدات وأسلحة وتخرق التفاهمات، وبالتالي العالم يشاهد ذلك. إذا لم ترتدع تركيا أو لم يستطع العالم ردعها، فإن القوات المسلحة كفيلة بإنهاء المهمة التي كلفت بها داخل العاصمة. نحن ما تبقى لنا هو كيلومترات في داخل العاصمة، بإمكان قواتنا الدخول إليها في أي لحظة واستكمال المهمة. عندما أوقفنا الحرب وأوقفنا القتال كنا المتفوقين، وكنا على وشك إنهاء المهمة، ونظرا حتى لا نتهم بأننا دعاة حرب وتدمير وقتل. وعندما قيل بأن هناك إمكانية لتحقيق المبتغى وتفكيك سلاح الميليشيات من خلال خط آخر غير خط القتال والمعارك، أحببنا أن نوضح للعالم أننا فعلا لسنا دعاة حرب وتدمير. ولكن إذا لم ترتدع أوروبا تركيا ولم ترتدع في ما تقوم به، فإن القوات المسلحة قادرة على أن تردع هؤلاء المرتزقة وتردع تركيا وتحقق سيادة الوطن بقدراتها الذاتية بعون الله وفي أقرب فرصة. أنا اليوم كنت في الجبهة وفي المحاور، الجنود مرتفعة معنوياتهم مرتفعة جدا، وينتظرون في أقل إشارة استكمال ما تبقى من المهمة. سيادة العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوحيد المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. يتوجه رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي غدا على رأس وفد برلماني عربي رفيع المستوى إلى سلطنة عمان في زيارة تستغرق يومين. وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له أن الزيارة ستركز على السبل الكفيلة بتطوير العمل البرلماني العربي لمواجهة التحديات التي تعيشها الأمة العربية في الوقت الراهن سياسيا واقتصاديا وتمويا، مثمنا ما وصلت إليه سلطنة عمان من تقدم وتنمية في مختلف المجالات. وعودة إلى موضوعنا الرئيسي، التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات المتعاضمة التي تواجه هذا الشأن، ونظر أكثر قربا لمساعي وممارسات التهويد وما يمكن أن تقول عليه في ظل المعطيات الحالية. نبقى معكم وهذه الوقفة الحوارية، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. منذ أن قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس عام 1967 وهي تعمل جاهدة على طمس الهوية الإسلامية والمسيحية التاريخية من المدينة المقدسة بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وفي سبيل ذلك قام الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الماضية بالعديد من الإجراءات لاستكمال مخططه الاستيطاني الرامي إلى السيطرة الكاملة على القدس المحتلة. وفي مقدمة هذه الإجراءات قام الاحتلال بتوسيع حدود القدس شرقا وشمالا بضم مستوطنة معالي أدوميم التي تضم حوالي 20,000 نسمة من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة من جهة الشمال، ما أدى إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود وتقليل عدد السكان العرب الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس المحتلة.
الاحتلال صادر آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات، فضلا عن تطويق التجمعات السكانية الفلسطينية وتهديد بعض التجمعات الأخرى بالإزالة. كما عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى عزل المدينة المقدسة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها لقطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة والتحكم في حركة الفلسطينيين. ومن وسائل الاحتلال للسيطرة على القدس وتهويدها محاولات هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم، بالإضافة إلى تشويه النمط العمراني الرائع للقدس العتيقة والقرى الفلسطينية المحيطة بها. سياسة تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس تعد أحد الوسائل المعتمدة لدى دولة الاحتلال لخلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس. ومنذ أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي ضم القدس وإعلانها جزءا من عاصمته في عام 1980، وعملية تهويد القدس العربية تتم بخطوات متدرجة وثابتة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي بتسكين الأسر اليهودية وطلاب المدارس الدينية حتى يصبح أغلبية سكان القدس من اليهود، بالإضافة إلى تغيير هوية المدينة وإكسابها طابعا يهوديا من خلال استبدال أسماء الشوارع والأحياء العربية بأخرى يهودية. نحن إزاء انتهاكات إسرائيلية متواصلة ومتصاعدة، وتجد ملدا آمنا وربما ضوء أخضر وإكساب للشرعية للأسف من قبل يعني أطراف تفسح المجال للمضي قدما في مثل هذه الممارسات الإسرائيلية التي تكتسب حدة وخطورة يوما بعد يوم. معي ومعكم في هذا اللقاء دكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بحضرتك دكتور أسامة. أهلا وسهلا. تحدثنا عن المساعي المختلفة، يعني الانتهاكات تأخذ أكثر من شكل وطمس الهوية لا يتوقف والتهويد وربما أشكال غير تقليدية عن تلك التي عهدناها على مدار عقود من الزمان، ويبقى الحلم الذي لن يتوقف لدى العرب والفلسطينيين وهو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. إذا تحدثنا في البداية عن الطرح الفلسطيني المرتقب في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ماذا تقولون؟ يعني أولا دعيني أترحم على رؤساء على شهداء الشعب الفلسطيني وآخرهم الشهيد ماهر الذي اغتيل قبل يومين بسبب أنه يعني لم يسمع الاعتداء يعني النداء الذي وجه إليه جنود الاحتلال فأطلقوا النار عليه واستشهد، وبالتالي ترك خلفه 3 أطفال أكبرهم 6 أعوام، وبالتالي رحم الله الشهيد وكل الشهداء الذين يسقطون يوميا، بالإضافة إلى نتمنى الإفراج الكامل عن كل الأسرى الفلسطينيين بما فيهم الفتاة التي تم اعتقالها هذا اليوم بحجة أنها كانت تريد أن تطعن جندي وهي فتاة مسالمة لا تتجاوز 17 عاما، وبالتالي نحن نتحدث عن انتهاكات خطيرة تطال حقوق الإنسان والمواطن الفلسطيني بشكل مباشر من محاولات لعملية تصفية الوجود السياسي والإنساني الفلسطيني، تصفية الهوية، قتل الروح والإنسان الفلسطيني بشكل مباشر من خلال الإعدامات، من خلال التهجير، من خلال منع العودة إلى أرض الوطن، المواطن الذي يغادر من مدينة القدس يعني لا يستطيع العودة إلى وطنه إلا بإجراءات وبضغط يعني وبابتزاز إسرائيلي ويهدد في إقامته، الشاب الفلسطيني الذي يريد أن يتزوج من ابنت عمه أو قريبته أو أهله في مدينة أخرى في رام الله أو في نابلس أو في طول كرم أو في القز أو في أي مدينة أخرى لا يستطيع أن يلتئم الشمل، عليه أن يغادر إليها ولا يستطيع العودة إلى مدينة القدس، وبالتالي إجراءات وانتهاكات، هذا فضلا عن الاعتقالات للأطفال وحرق الأطفال وقتلهم. وكلنا يعرف قصة أبو خضير وقصة الدوابشة رحمه الله، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني سلسلة تلال من الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات التي لا تطال الشعب الفلسطيني فقط وإنما تطال الضمير العالمي، تطال حقوق الإنسان، تطال البشرية، لأنها اعتداء على حقوق الإنسان، على حقوق البشر
في العيش بكرامة وحرية ومساواة وفقا للشرائع الدولية وليست الشرائع السماوية، الشرائع والقانون الدولي الذي جاء به العالم. وبالتالي أمام الشعب الفلسطيني خيار واحد ولا اثنين، يعني لا ثالث، لا ثاني ولا ثالث لهذا الخيار، هو خيار واحد لا أكثر من ذلك، هو خيار الصمود على هذه الأرض وصولا إلى التحرير. دون ذلك لا يمكن أن يستسلم الشعب الفلسطيني، ومش موجود في قاموسه، لأنه لو كان موجود ذلك لكان وجد من عام 1920 عندما بدأت أول ثورة فلسطينية شعبية مسالمة في مدينة القدس وعلى أسوار البراق، والتي كانت في مدينة القدس نفسها في 1920 في عهد الانتداب البريطاني. وبالتالي منذ ذلك التاريخ حتى اليوم والشعب الفلسطيني يواصل نضاله وحفاظه على الهوية الوطنية الفلسطينية والهوية الوطنية في مدينة القدس التي يعني تتحدث عربية بكل أبعادها. هذه الهوية التي لا تتوقف في المساعي الإسرائيلية لطمسها بمختلف الأشكال، وبالتأكيد ده مش بعيد عن حديثنا عن التهويد. نعم. مفهوم التهويد يعني قبل أن نتحدث عن معالمه، هل اختلف باختلاف الزمان، بتعاظم التحديات، باختلاف موازين القوى وما إلى ذلك؟ يعني هو المخطط الإسرائيلي بشكل مباشر هو مخطط صهيوني بالدرجة الأولى، بدأ في أواخر القرن التسعتاش، يعني في 1897 بدأ الإعلان عنه رسميا. طبعا كانت هناك إرهاصات أولى لتشكيل الحركة الصهيونية، ولكن كانت البذرة عندما تأسست في أول اجتماع لها، مؤتمر معروف يعني مؤتمر الحركة الصهيونية الأول كان 1897 ميلادية. كان الهدف من هذا المؤتمر هو إيجاد وطن قومي لليهود على أي أرض، في ووجدت لهم خيارات، كانت هناك لديهم من ضمن مذكرات هرتزل، من قرأ يوميات هرتزل كان لديهم خيار أن يضعوا مداميكهم في سيناء، وثم خيار آخر في العراق، ثم في الأرجنتين، وفي عدد من دول أخرى كثيرة، وكانت هناك خيارات كثيرة انتهت بأن يكون لهم في فلسطين، وتم اختيارها بعد إشكاليات داخلية وبحجة الأرض الموعودة والعنصر الذي جلبهم على هذه الأرض بحجة أنها أرض الميعاد، والعنصر الآخر بحجة العمل يعني للهروب من الظلم الأوروبي الذي كان. بالمناسبة الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبا بشكل عام هي التي قهرت هؤلاء الجماعات المتناثرة إلى فلسطين. لذلك مخطط الحركة الصهيونية يختلف عن كل الاستعمارات وحركات يعني الاستعمارية في العالم باتجاه دول الشرق. ما هي هذه الخطوات التي يأتي بهذا الاستعمار؟ تختلف عن كل دول العالم. البريطاني جاء إلى مصر وجاء إلى دول العالم واحتل حتى الهند، ولكن الوطن يعود إليه. هؤلاء جاءوا بفكرة أولا الاستيطان، ثم الـ 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 الاحتلال، ثم الإحلال، يعني الاستيطان يعني فيما بعد الإحلال. ما هو الإحلال؟ أن تقوم بإحلال الهوية اليهودية، المواطن اليهودي، الإنسان اليهودي، مكان العربي، وبالتالي لا شخص آخر غيرك. وهذا ما تجسد مؤخرا في القانون، قانون القومية اليهودية الذي سن في عام 2019 الماضي، سنة في الكنيسة الإسرائيلي بقانون اليهودية. وبالتالي فقط حق السيادة على هذه الأرض ما بين البحرين، طبعا البحر الميت والبحر الأبيض المتوسط، أو ما بين النهر نهر الأردن والأبيض المتوسط، أو على أرض فلسطين الذي يقول عنها أرض إسرائيل، كل الأسماء الموجودة، لا سيادة إلا لليهود، ولا حق في تقرير المصير إلا لليهود لهذه الأرض. وبالتالي الشعب الفلسطيني أصبح هو مواطن من الدرجة الثانية. حتى أنا أتحدث حتى عن المواطن الفلسطيني أو المواطن العربي المقيم داخل إسرائيل بجنسية إسرائيلية، نحن نتحدث عن 1,600,000 مواطن تقريبا، إلى 1,700,000 مواطن فلسطيني موجود داخل الأراضي 48، الكيان الإسرائيلي تسمى دولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي. هذه المناطق يوجد فيها 1,700,000 فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع. هذه قامت على الحكومة هذه الإسرائيلية، وجاء الاحتلال الإسرائيلي وأنشأ كيانه وأصبح جزءا من القانون الدولي، دولة معترف فيها في القانون الدولي، وبالتالي المواطنين خضعوا لهذا النظام السياسي. لذلك مع ذلك يتم اللي هو التعامل معهم بشكل عنصري، يتم التعامل بانتهاكات لحقوقهم، رغم أنهم أقلية صحيح، لكن رغم أنهم لهم وجود سياسي وهوية وأصحاب الأرض، وبالتالي هم لا يحصلون على كل حقوقهم. في مدينة القدس
القدس حتى يعني نعيد بس فقط التوضيح نقطة مهمة. مدينة القدس هي مدينة طبعا منذ فجر التاريخ معروفة، مش هنتحدث عن تاريخها، ولكن هنتحدث فقط عن القدس في القانون الدولي، مراحل التطور في القانون الدولي لمدينة القدس. بدأت فكرة الحديث عن مدينة القدس في عام 1947 في قرار التقسيم، قسمت الأمم المتحدة في قرار 181 مدينة القدس، اعتبرتها منطقة إدارية مستقلة تتبع للأمم المتحدة وتحت إشراف دولي، في حين أن تكون هناك دولة يهودية أو دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية ودولة عربية ودولة لإسرائيل. الدولة الإسرائيلية ستأخذ 55% من أرض فلسطين، طبعا هذا ظلم تاريخي، يعني إحنا لا نتحدث في هذا الموضوع، محسوم أمر. الأمر الآخر الدولة الفلسطينية في حدود 44%. مدينة القدس كانت مساحتها 1.65% من مساحة فلسطين التاريخية، هي القدس وبيت لحم والناصرة، المناطق الثلاثة هي منطقة إدارية تتبع إلى الأمم المتحدة، قد تكون إشراف بريطاني في ذلك الوقت. المفروض النصيب الحرج بتشوفه ظلم تاريخي تراجع بشكل لافت في وقتنا هذا من 1947 ل 2020 في عام انا اسفل مقاطعه حضرتك، هاخد المداخله دي أتفضل. ونرجع نتكلم للحياة في مراحل مهمه جدا من هذا التاريخ للوقت الراهن يجب ان نتوقف عندها صبر. كثيرا معنا عبر الهاتف فضيله الشيخ عكرمه صبري، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ورئيس الهيئه الاسلاميه العليا للمقدسات وامام المسجد الاقصى، تحية لكم. اهلا بك. بالتاكيد التحديات متعاظمه، وكنا نتحدث عن طمس الهويه الذي لا يتوقف وله اشكال ومظاهر كثيره للاسف. يعني اذا خصينا بالذكر اجراءات التهويد بالنسبه للمسجد الاقصى ومحيطه، ماذا تقولون فضيلتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه علينا ان نميز ما بين الاقتحام والزياره. الزائر الذي يدخل البيت بإذن صاحبه، والمقتحم الذي يدخل البيت بدون إذن صاحبه. فالمقتحم هو معتدل، فإن الجماعات اليهودية التي تقتحم الأقصى هي معتدية ولا تدخل إلا بحراسة لأنها معتدية، ولأن الأقصى ليس لهم، لو كان لهم لدخلوه بدون حراسة. ثم إن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم، بل لجميع المسلمين في أرجاء المعمورة. شأنه شأن المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. وبالتالي فإن المسؤولية تقع على جميع المسلمين حكاما وشعوبا. وما يجري حاليا هو تهويد، بمعنى يريد الاحتلال أن يبسط سيادته على الأقصى، وقد حاول مرارا وفشل، وخاصة في عام 2017 شهر 7 يوليو حينما أراد أن يبسط سيادته، فكانت هبت البوابات الإلكترونية، وحاول في شهر شباط فبراير العام الماضي أن يبسط سيادته على مصلى باب الرحمة وفشل. وهكذا من المحاولات، فهو لم ييأس، بمعنى كلما قام بعمل يصد به يحاول أن يقوم بعمل آخر، وهكذا. هذا ما نحن فيه الآن. نعم. يعني ما الذي تؤشر إليه تطورات الأحداث، ويعني ما نذر مثل هذه الانتهاكات الصارخة بالحرم القدسي؟ يعني ما الآلية، أو ربما يعني ما المطلوب في هذه المرحلة من وجهة نظري فضلتكم؟ أختي الكريمة، بالنسبة للاحتلال إصلاح الظالم، فإن الظروف هو يدرك بأنها مهيئة له لتنفيذ مخططاته
العدوانية ويحاول أن يستغل هذه الخلافات العربية والصراع الدموي في هذه الأجواء، فإنه يريد أن ينفذ مخططاته بالنسبة للقدس بشكل عام، بالنسبة للمقدسات بشكل خاص. فالمشكلة أن البوصلة قد انحرفت عن مدينة القدس، وأن الدول العربية انشغلت بنفسها ولم تعد مهتمة في موضوع القدس، كأن القدس لأهل فلسطين وحده. والله سيحاسب كل من يقصر بحق القدس والمقدسات. القدس ليست لقمة سائغة للاحتلال، لا يمكن نحن أن نسلم بما يقومون به من أعمال التهويل. نعم. لكن اللافت بأن هذه القضية ينظر إليها بوصفها القضية الأم، وهي الموضوع الرئيسي المدرج على كثير من الاجتماعات التي يعني تشهدها يعني المنابر سواء في المنطقة العربية أو الإسلامية. يعني هل في النهاية للأسف يعني موازين القوى هي المتحكم الأكبر في هذه المسألة، أم هي أيضا فكرة انكفاء كثير من الدول على أزمتها الداخلية الطاحنة؟ أختي الكريمة، نحن لم يعد نرى جدوى في موضوع الاجتماعات والبيانات والاستنكارات. الكل يقول نريد مجلس الأمن أن يتدخل. طب وأنت الذي تقول ذلك، ما دورك؟ الدول جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي يقولون نريد قرارات هيئة أمم. طب وإنتوا ماذا تعملون؟ هل نحن قصر بحاجة إلى وصاية؟ هل نسلم زمام أمورنا لغيرنا ونحن لا نعمل شيئا؟ مع الأسف لم نسمع سوى قرارات وسوى استنكارات، ولم تعد إسرائيل تقترب بمثل هذه التصرفات. نعم. أشكرك جزيل الشكر الشيخ عكرمة الصبري، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ورئيس الهيئة الإسلامية العليا للمقدسات وإمام المسجد الأقصى. جزيل الشكر على هذه المتابعة، وعودة من جديد إلى ضيفي الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور أسامة، يعني تعقيب سريع قبل أن نواصل يعني حديثنا، وأنا أتذكر النقطة التي توقفنا عندها، يعني ما أفاد بفضيلة الشيخ عكرمة الصبري من أن القرارات لا تفعل على أرض الواقع، وأن للأسف ردود الأفعال حتى وإن كان هناك أولوية يعني تبذل للقضية الفلسطينية في كثير من المحافل العربية والدولية والإسلامية، لكن يعني تبقى ردود الأفعال مقتصرة على الشجب والإدانة فقط؟ نعم، الحقيقة أنه نحن أمة أصبحت عاجزة عن الفعل، وللأسف الشديد جامعة الدول العربية تصدر الكثير من القرارات، وتحدثنا قبل ذلك في الكثير من اللقاءات والحوارات، وطالبنا أن يكون هناك تفعيل تدريجي، تصعيد يعني في الموقف، في السلوك الإداري للدول. المشكلة ليست في الجامعة، وتبين أن المشكلة فعليا هي ليست في جامعة الدول العربية، وإنما في الدول الفرادة بشكل فردي. كل دولة لها حق السيادة في اختيار طريقها في تنفيذ قرارات جامعة الدول أم لا، وإنما جامعة الدول قرارات هي قرارات تضامنية بكل أسف. لكن هل المواقف الأمريكية أيضا زادت ليست الأمور صعوبة في المقام الأول؟ بالطبع، هي المشكلة ليست في القرارات الأمريكية في حزم، المشكلة أنه عندما يتم استصدار قرار من جامعة الدول العربية، القرار يؤخذ بشكل جماعي من جامعة الدول العربية، وهناك يعني لا يوجد إلزام لكل دولة أن تجبر دولة على اتخاذ القرار، ولكن
يؤخذ بعين الاعتبار لهذه الدولة أو تلك عندما تأخذ قرارها بتأييد الموقف الفلسطيني الموقف التاريخي والموقف السياسي والموقف الوطني القومي العروبي الذي يجعل هذه الدولة توافق. ولكن على أرض الواقع هذه الدول لديها ارتباطات وعلاقات ومصالح كبرى مع الولايات المتحدة ولا تستطيع. يعني بالمناسبة في قرار صدر في عام 1980 قرار بمقاطعة كل دولة، أنا بتحدث عن الولايات المتحدة لا أتحدث عنها، كل دولة في العالم تؤيد نقل السفارة نقل سفارتها إلى القدس باعتبارها عاصمة الاحتلال الإسرائيلي، كل دولة في العالم تؤيد أن تكون عاصمة القدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي. جرى قرار بشكل واضح في مجلس الأمن الدولي أولا، مش في جامعة الدول العربية، في مجلس الأمن الدولي أولا قرار 476 في عام 1980، ثم صدر قرار أيضا في جامعة الدول العربية يؤكد على ذلك بشكل واضح، مقاطعة كل دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعتبر أن القدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي. مع ذلك نحن الآن بشكل واضح هناك عدد من الدول، ليست الولايات المتحدة فحسب، عدد من الدول لم يتم قطع العلاقات ولم يتم استدعاء سفير ولم يتم اللي هو حتى الحديث ولا شجب الموقف بشكل مباشر من دولة ولا 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 حتى، مع أنه في هناك دول عديدة في العالم استدعت سفراء الولايات المتحدة ووبختهم على الأقل. يعني لا يوجد فعل حقيقي، إذا أنت مش قادر تفعل هذا الشيء ما تكتبوش للأسف، ما تصدرش القرار للأسف، بالتالي هذا يشكل مشكلة بالتأكيد. وللأسف كل ذلك يشكل روافد تغذي المشروع الاستيطاني التوسعي الإسرائيلي، لأنه لا يوجد رادع لهذا المشروع. الرادع هو انطلاقنا في هذا الحوار التليفوني نجريه مع دكتور مصطفى البربوسي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. تحية لك دكتور. أهلا بكم، تحية لك. نتحدث عن قوات الردع للممارسات الإسرائيلية الانتهاكية وتحديدا مساعي التهويد، ما هي الإجراءات الكفيلة بمنع التهويد في الوقت الراهن؟ هناك إجراءات أساسية على الأرض، نحن نقوم بما علينا بمعنى التصدي بقدر ما نستطيع للمستوطنين بالمقاومة الشعبية بالصمود في وجه اعتداءات المستوطنين وبالإصرار على البقاء في وطننا. المقاومة الشعبية هي سلاح رئيسي في هذا المجال، لكن هذا لا يكفي. على الصعيد العربي والدولي لابد من فرض عقوبات على إسرائيل، بدون فرض مقاطعة وعقوبات على إسرائيل لن ترتدع، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الوقاحة وإلى هذه الدرجة من تحدي القانون الدولي وتحدي كل المجتمعات المحيطة بها لولا أنه لم يجري حتى الآن اتخاذ إجراءات فعالة بفرض العقوبات والمقاطعة عليها. أهم شيء بدل أن يكون هناك مظاهر للتطبيع مع إسرائيل يجب أن يكون هناك قرار بفرض مقاطعة وعقوبات عليها ما دامت مستمرة في هذه الإجراءات الإجرامية التي ستدمر أي فرص لما يقول عنه السلام، وتدمر أي فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. آن الأوان لفرض هذه العقوبات والمقاطعة. أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى البربوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، وأعود إلى ضيفي دكتور أسامة شعث. دكتور أسامة، يعني مطالبات بالتأكيد تتعالى لتوقيع عقوبات على الأصعدة كافة، ولكن تصاعد الحديث خاصة في الفترة الأخيرة باستثمار ورقة الضغط الاقتصادية. هل الأجواء ممهدة لاستثمار هذه الورقة عربيا ودوليا باتجاه الجانب الإسرائيلي؟ الحقيقة نعم، مهيئة تماما. هناك رغبة دولية، بدليل لدينا مؤسسة سميت BDS اللي هو حركة المقاطعة السعودية لإسرائيل. حركة المقاطعة شاملة في مجال حتى الأكاديمي الإعلامي الاقتصادي. بصي، الولايات المتحدة كدولة عظمى لديها علاقات مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، لا يعني لا يمكن الانفكاك من هذه العلاقة بسهولة وفقا لقاعدة التحالف الاستراتيجي بين هذه الدولتين. لكن هناك دول الاتحاد الأوروبي تقوم علاقاتها مع حكومة الاحتلال ومع الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة، أولا على قاعدة دعم هذا الكيان الذي كان بالأساس هو مهمة وظيفية لهذا المجتمع الدولي، ولكن عند شعوره
بأنه هناك انتهاك لحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، هناك جرائم تنتهك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الرواية الفلسطينية والرواية العربية الحقيقية بدأت تتجلى معالمها في كل العالم. بدأ العالم يشعر أن المواطن الأوروبي لا يمكن أن يسمح بأن تكون حكومته مؤيدة لمجرم وتدعم مجرم حرب كحكومة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي لديه مواقف متقدمة في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، لديه على مستوى حتى يسمح للرأي العام الشعبي في أوروبا بالتحرك في ما يسمى بحركة المقاطعة الاقتصادية أو BDS المنتشرة في أوروبا وكبدت الاحتلال الإسرائيلي حتى في الولايات المتحدة. في هناك مساحة من الرأي الشعبي لدى الشعب الأمريكي نفسه، مش الحكومة، الشعب الأمريكي. هناك الكثير على مستوى العالم، هناك حملات كثيرة جدا، مقاطعة للدبلوماسيين الإسرائيليين، لأكاديميين، لإعلاميين، لشركات، ومؤخرا حتى بعد إعلان ترامب عن الخطة الأمريكية المزعومة الأخيرة، بشكل واضح أصدر مجلس حقوق الإنسان بيان بأسماء كل الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. معنى ذلك أن القانون الدولي جاهز ومهيأ بشكل واضح لمعاقبة هذه الشركات، الشركات التي تعمل وفقا للقانون الدولي. أي شركة تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، تعمل مع المستوطنات طبعا، تأتي عن طريق الاحتلال الإسرائيلي، تزرع في المستوطنات، تخلع من المستوطنات، تشتري منتجات الأراضي الفلسطينية أو حتى الأراضي العربية في الجولان، يعني أي منتج يتم تصديره باسم الكيان الإسرائيلي من داخل المستوطنات الفلسطينية أو المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة أو في الجولان، هو بشكل واضح هو سرقة من ثروات الشعب الفلسطيني. وتقدر الإشارة إلى أن الغرب لم ينساق إلى البادرة الأمريكية بنقل السفارة، كانت كخطوة تمهيدية يعني لما نشهده حاليا، وكان هناك أيضا انتقادات ربما موجهة إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط من قبلهم، ونرى كذلك على صعيد ليس ببعيد توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية ليؤمل أن يتم البناء عليها بشكل أكبر في الفترة القريبة القادمة. هل كل هذه المعطيات هل تنظرون إليها بصفتها حراكا، وفي حال كانت كذلك ماذا بعد؟ نعم، هي هناك حراك فلسطيني حقيقي بدأ بشكل شمولي منذ عام 2009 تقريبا، الزخم الغربي أقصد يعني أكثر. نعم. هو الحراك الفلسطيني بدأ منذ 2009 و2010 بقيادة الرئيس أبو مازن بالتوجه إلى المجتمع الدولي للتجسيد معالم الدولة الفلسطينية على مستوى الأرض، على أرض الواقع من خلال مؤسساتها، مؤسسات الدولة الفلسطينية، ثم تجسيد معالم الدولة الفلسطينية على المستوى القانوني والدولي. وهذا يحتاج حتى تصل إلى هذه النتيجة يجب عليك التحرك دوليا على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى حتى الشعبي والرأي العام الشعبي. وبالتالي استطاعت الرواية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية استطاعت الوصول في ظل، بالمناسبة في ظل الانشغال العربي في الأزمات الداخلية، يعني المشاكل التي حصلت بعد 2011 أو الأحداث التي حصلت في الوطن العربي ما سميت بالربيع العربي حتى تقريبا 2015، وكان هناك معارك طاحنة في الأمم المتحدة تجري بشكل دائم في كل الاجتماعات التي تجري في الأروقة بشأن القضية الفلسطينية، تهديدات تطال الرئاسة الفلسطينية وتطال القيادة الفلسطينية وتطال الشعب الفلسطيني. الدول العربية حتى كانت منشغلة في مشاكلها الداخلية، ومع ذلك ورغم القصور العربي والانشغال العربي في همومه في الملفات الأخرى، الملف السوري والملف اليمني والملف الليبي والأزمات في السودان والأزمات في العراق، كل الملفات العربية والصراعات العربية لم تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة حراكها الدولي. العالم كله آمن بأنه بذرة الشر في المنطقة وفي العالم هي وجود الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما تم تجفيف الاحتلال وإنهاء الاحتلال، لا يوجد مبرر لأي شخص في العالم
كمتطرف يستخدم الدين، يعني مثلا أجناد المش عارف القدس وأجناد كل هذه جماعات متطرفة تتحدث باسم الإسلام وتتحدث باسم القضية الفلسطينية، وفلسطين بريئة منها، والشعوب العربية بريئة منها، والإسلام بريء منها، ونحن لا علاقة لنا بها. وبالتالي الرواية الفلسطينية لا يمكن أن يقتنع أي زعيم في العالم أو أي مواطن في العالم أن طفل من عائلة دواب عمره 4 شهور لا يتجاوز 4 شهور هو يشكل خطر على الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك أحرقوه. صحيح، لكن يعني للأسف ما يرى يعني في القضية ولا دكتور طفل زي يعني كل أطفال فلسطين الذين يقتلون والذين يعتقلون الآن، ما هو مصدر القلق من هذا الطفل وهذه الإمرأة وهذا الشيخ العجوز المسن؟ بالتالي أنت تقوم بإرهاب دولة منظمة. لكن للأسف ما يضعف القضية ويستنفذ القوى ويستهلك الجهود المبذولة حتى وإن كانت لا ترقى إلى جسامة ما تواجهه الأراضي الفلسطينية المحتلة، للأسف هو الانقسام الفلسطيني. نعم، بجملة أخيرة تعقيبية أختتم. الانقسام الفلسطيني بكل أسف ما زالت القيادة الفلسطينية تصر. الرئيس أبو مازن يوم الإعلان الرئيس ترامب عن خطته، الرئيس أبو مازن أعلن بشكل واضح عن رغبته بالتوجه إلى غزة والالتقاء بقيادة حركة حماس ووفد حركة فتح لحتى هذه اللحظة. وأنا بالمناسبة من خلال قناتكم ومن خلال هذا البرنامج المهم لكل الأوساط العربية يجب أن تهتم أنه أطالب حركة حماس بضرورة فتح الباب لتعزيز الحوار في داخل غزة وتفعيل المصالحة الفلسطينية، لأن هناك وفدا فلسطينيا من حركة فتح ومن اللجنة المركزية ومن الفصائل الفلسطينية ينتظر موافقة حركة حماس تجتمع معهم في قلب غزة، والرئيس أبو مازن سيصل غزة بعد موافقة حركة حماس حتى يتم لم الشمل الفلسطيني وترك الماضي وقلب الصفحة السوداء. هذه صفحة سوداء يا إخوان، والله هذه صفحة سوداء. أنا بوجه حديثي لإخواننا في حركة حماس وأبناء حركة حماس تحديدا وقيادات حركة حماس، عليهم الالتفات إلى المستقبل. المستقبل هو الوحدة، المستقبل الشعب الفلسطيني لن يكون له دولة إلا بوحدة. الصغائر ستنتهي، الأيديولوجيات ستذوب، ولن تبقى إلا فكرة الدولة الواحدة. دون ذلك الدولة الفلسطينية، دون ذلك لن يكون لكم مستقبل ولا لغيركم. صحيح، الأولوية القصوى هي إعلاء مصلحة الوطن مهما تكون كبيرة في الانقسام ستظل صغيرة في العالم. جزيل الشكر دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا. جزيل الشكر لكم. ختم لقاءنا معكم في شؤون عربية، وبالتأكيد لقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله. إلى اللقاء.